المحل ديالي ديالي ديال الحلاقه عند الدار ساكن فيها شي واحد ما ساكن فيها حتى واحد هادي مهجوره انا منين جيت من هنا من سنين ولا 9 سنين ما ساكن فيها حتى واحد بقى ديما هكا كل مره كنسمع التزعزيعه بالنهار بالليل في اي وقت تكون شي 5 ديال العشيه تقريبا انا جالس حدا محل حتى كنسمع الهزه كان صحابها زنزان شو هو يبان لي هذا الشيء طايح وطاح على السنين هو ولده هربت من طبيعه الحال تزيلت الحمد لله ها هو كتشكل خطر على بنادم دابا ما باغينش يحيدوا هذا الشيء هما اللي ما خصهم تاخير دابا حنا سدوا علينا محل ما خدامين ما والو سدينا محل فيه ماتاريال فيه كلشي وحنا بقينا واقفين ومشردين ولدتنا فكادير والدنا فكادير وحنا بقينا مشدين هنا هما اللي كلا باس عليهم ما خصهم تاخير ما فهمتش انا ما فهمتش واش ما باغينش يريب ولا ما باغينش يخسروا الفلوس ولا الله اعلم بلا عادل كلشي هادشي غيطيح الشخص يديروا ليه حل فين ما كانت شي دار تقول لي ساكن فيها راه كاينين على البوفري انا كاين اللي ما عنده والو مسكين كاع ما خدام الدار سيدي حنا كنا البارح في العشيه مع مورا العصر الناس بالك ما حليتها تسمع الدري نزل هذيك السيديه كلها نزلت على واحد السيد ضربته في الراس ولكن الامور ديالته خرجت بخير وخير واحد الطوموبيله حتى هي كذلك حتى هي ضغطت هنايا وجاو الناس المسؤولين كاع كلهم كانوا حاضرين السلطات من اعوان السلطان من رئيس الجامعه حتى هو كان حاضر كان البومبيه حتى كانت حاضره كل شيء كان حاضر زعما ساعته ما تعطلوش على هذا الشيء بالخف كانوا جايين وقاموا بالواجب ديالهم داروا التحصين على الدار هنايا راه ما صوبوه وتتسناو دابا من السلطات والناس المسؤوله تتسناو منهم باش يحيدوا الدار دقه واحده خاص ما كاينش غير الدار كاين ضرر اخو كاين ضررات بزاف انا نقول لك احياء الشعبيه كل في اكثر الديور مهدده للسقوط شحال من بعض ولا جينا حسبت تبارك الله راه فوت 40 كاع فوت 40 هنا في دار الشرفه كل زنقه فيها 3 4 خذ كل زنقه فيها هذا الشيء وكاين الديور اللي باقي ما ديكلاريينش لاين السقوط حد الناس ساكنه مسكينه ما عندهاش مخبين في هذيك الدار تيقول لك تحن سيدي ربي تبارك وتعالى حد الانسان هنا الناس الاحياء الشعبيه راه طبقه هاشه ما عندهاش وطبقه معويزه كاع اللي ساكن في الاحياء الشعبيه راه طبقه معويزه تقاس شي واحد البارح لا تقاس واحد السيد ولكن كانت الحاله ديالته خفيفه الحمد لله ما كانتش ما تشكلت شي خطر صعيب خاص الكتب بلادو قنابل وكاينه اي هذا ممكن يطيحوا اي هذا يكونوا ضحايا كل الاسراع بزاف ولكن دابا حنا طالب رئيس الجامعه طالب بهذه القضيه الصراحه ديالها ودواء عليها شحال هذه ماشي اليوم دواء عليها بما تدور على السقوط خصنا نغيبو نحيدو راه تيشكلوا ضرر على المره هذا هو اللي كاين حنا كسكينه شنو كنطلبوا دابا حنا كنطلبوا باش ترفع الدار وفي الشكاية ديالتنا هي رفع الضرر يعني الضرر الصحي يمكن يطيح على امك يطيح على اختي يطيح على خوك يطيح على اي واحد يقدر يتأذى فيها
حنا بغيناهم يطرفوا هذا على السكينه هنايا. السلام عليكم خويا. ما حضرتش غير الناس علمونا قالوا واحد الدار طاحت، وحنا بحكم اننا من السكون ديال المنطقه كنخافوا حتى حنا. هذا هو وكاينين بحكم دابا الامطار اللي طاحت وداك الشيء، الدار الديور ديجا هما متضررين وزاد امطار وزاد هذا. واش المشكل في البني ديالهم الاكاديميه ولا البني قديم؟ ولكن حتى الساكن خصو يصلح، حتى السلطات حتى هي خصها تساهم في تعطي الناس رخصه باش يصلحوا. ولا المسؤولين اللي كاينين والمسؤولين راه كيديروا جهدهم، كنطلبوا حتى من السكان حتى هما يصلحوا، حيت الاصلاح هو كل شيء. ماشي انت ساكن وكتقول انا راه ساكن صافي، خاصك تصلح، خاص تصلح شويه كيحد من الخطر ديال الوقوع ديال. ما حضرتش لي انا، اول مره كندوز من هنا كنلقى هذا الشيء بحال هكا طيح، ما عرفتش كيفاش طاحت. الاغلبيه راه كاين هاد الديور اللي بحال هكا مهدين هاد. واش غادي نقول الناس اللي قدروا يشوفوا مع السلطه باش يصلحوا، واللي الايله السقوط يعلم يقدر يشوف شي بلاصه اللي خصو يمشي يرتاح فيها بحال هكا. الانسان راه مريح وما مرتاحش. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.